إن شاء الله. طبعا عايزين نبدأ الحلقة دي بزيارة مهمة جدا جدا لأحلى مكان في العالم، اسكندرية. النهاردة كان بيزورها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان بيزور نادي سموحة تحديدا. والحقيقة لما نتكلم عن هذه الزيارة لنادي سموحة أو لأحد الأندية فده له معاني كتيرة جدا. أول هذه المعاني العلاقة الجيدة ما بين الأهلي والسموحة برئاسة طبعا مهندس فرج عامر، مش بس بين الأهلي والسموحة، لا كمان بتؤكد على مدى أو مستوى العلاقة ما بين كيان كبير قوي اسمه النادي الأهلي الكبير ومختلف الأندية التانية. وكابتن حياة محمود الخطيب النهاردة اللي يعتبر رمز الكورة المصرية بيلبي دعوة المهندس فرج عامر، وبيلاقي دايما في كل استقبال وفي كل زيارة لأي مكان استقبال حافل جدا جدا في نادي يعني في أي مكان. والنهاردة بنتكلم على سبيل المثال عن نادي سموحة، زي ما قلنا ده بيؤكد على العلاقة الطيبة اللي بتربطهم بالنادي الأهلي، وأكيد ليها معاني زي ما احنا قلنا أكيد كبيرة جدا. أكيد كابتن الخطيب وجوده في اسكندرية كمان في بكرة دعوة هيلبي كمان الدعوة للأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، كمان هيكون إن شاء الله في بكرة دعوة. الكابتن الخطيب دايما يعني دايما بياخد الخطوة الإيجابية، الخطوة لتقارب الأندية كلها. احنا بنتكلم على في منافسات على مستوى الدوري على مستوى الكاس كل دوت على جنب، لكن دايما والكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي على مر التاريخ حريصة على هذا التواجد وهذا التعاون. والنهارده الكابتن الخطيب قال كلمة كمان هنتابعها مع حضراتكم في البيت الكبير، قال احنا كلنا نسيج واحد، النادي الأهلي مع جميع الأندية نسيج واحد. ودايما النادي الأهلي بيدي مثل، والمثل بيجي من خلال زيارات يعني عنصر مهم جدا على مستوى الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب. النهاردة في سموحة، إن شاء الله بكرة في الاتحاد السكندري، كان في زيارات في الإسماعيلية، كل الأندية على مستوياتها. هذا هو النادي الأهلي، الترابط دايما مع الأندية بغض النظر عن منافسات. في تحديات وفي منافسات ده كله على جنب، لكن تبقى علاقات الأندية هي اللي بتقوي كمان بتقوي المنافسة وبتقوي العلاقات الجيدة دايما، يعني بيجي من خلالها أجواء جميلة، أجواء رياضية. وإحنا دايما بنتكلم في الرياضة، بنتكلم في كرة القدم، والرسالة الأولى للرياضة وكرة القدم هي التسامح، وهي إنك الناس بتحب تتفرج على الكرة الحلوة والتعليقات الحلوة بعيد خالص عن عملية التعصب. النهاردة الكابتن محمود الخطيب بيلبي طبعا دعوة المهندس فرج عامر بزيارته لنادي سموحة، هنتابع كل دوت مع حضراتكم هنا في البيت الكبير. وكمان بكرة إن شاء الله يتواجد الكابتن الخطيب في اتحاد السكندري طبعا تلبية لدعوة كمان يعني الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. أكيد زيارة خاصة وليها معاني زي ما احنا قلنا. وكابتن خطيب الحقيقة دايما يعني بتربطه علاقات قوية جدا مع الأندية، وحريص دايما أنه يتواصل يعني بشكل مستمر مع مختلف الأندية دي، علشان أولا مصلحة الكرة المصرية، وبيتناقش أكيد في أمور كثيرة لما بيجمعوا هذا اللقاء مع أحد رؤساء الأندية دي. فأكيد في أمور كثيرة جدا بيتم اتخاذ أو بيتم التطرق ليها قبل ما يتخذ أي قرار معين يخص الكرة المصرية. وكل الأندية الحقيقة بتأكد على علاقتها الوطيدة بالنادي الأهلي، وبتعترف أيضا بأنه يعني هذا الكيان ده هو كبير الكرة المصرية، والأهلي بيقدر الحقيقة كل الأندية الصغيرة قبل الكبيرة، وخاصة الأندية الجماهيرية. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض نشوف تفاصيل الزيارة دي اللي قام بيها كابتن محمود الخطيب لنادي سموحة، ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. طبعا بالنيابه عن كل اعضاء نادي سموحه وعن اعضاء مجلس الاداره، زملائي اعضاء مجلس الاداره وعن نفسي، احنا طبعا سعداء جدا بتشريف الكابتن محمود الخطيب. طبعا حبيب كل المصريين وحبيب كل العرب وحبيب كل الرياضيين، وطبعا كلنا طبعا عارفين مين هو الكابتن محمود الخطيب. هو اسطوره طبعا الكره المصريه في مصر، هو رئيس النادي الاهلي، زعيم افريقيا، هو الرجل الرياضي الناجح، الأخلاق العالية جدا، الهدوء. وبعدين الحمد لله ربنا أكرمه العمر الطويل قوي في خدمة النادي الأهلي، من لاعب وتدرج في مناصب مجلس الإدارة إلى أن رأس مجلس الإدارة
طبعا، وهو من احسن ومن افضل من راسوا مجالس ادارات الانديه في مصر. طبعا انا شايف ان الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي وهم احسن رؤساء انديه على مر تاريخ مصر. يمكن طبعا المهندس صبور يجي بعد كده، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب قدر يعني في وقت قصير جدا ان هو يحقق احلام الرياضيين واحلام النادي الاهلي واحلام المصريين في الفوز ببطوله افريقيا. انا سعيد جدا ان انا موجود في صرح زي اللي انا شايفه ده النهارده. يمكن العلاقه اللي بتجمعني بين المهندس فرج الحقيقه هي مش قبل ما تكون علاقه يعني تتبع وظيفتنا ان احنا بنمثل انديه في مصر، انديه كبيره، هي علاقه صداقه قبل ما تكون، قبل ما يكون هو رئيس نادي وقبل ما انا اكون رئيس نادي. وده شيء بيسعدني وبيشرفني يعني. الحقيقه يمكن برضو هو اثنى عليا كتير يعني، ولكن اتمنى اكون استحق هذا الكلام يعني. لكن المهندس فرج كمان النهضه اللي شهدها نادي سموحه الفتره اللي فاتت نهضه كبيره جدا وملموسه لكل يعني المجال الرياضي ومجال الاقتصادي اللي حدث في خلال الفتره الزمنيه الطويله اللي فاتت، منذ ما فكر هو في كيفيه مزج الرياضه بالناحيه الاستثماريه. اعتقد ده امر نجح فيه نجاح كبير. طبعا صورة رائعة شفت حضراتكم، زيارة حفاوة الاستقبال اللي طبعا الكابتن محمود الخطيب رمز كبير من رموز الكرة المصرية. ان شاء الله زي ما قلنا هذا التواصل مع الاندية والوحدة الاندية هي ترجع كمان لوحدة ان شاء الله لمسابقتنا، وبالتالي يعني نبذ التعصب بشكل كبير بإذن الله الفترة اللي جاية.